اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا بيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. النهارده المطبخ بتاعنا مطبخ فيه تنوع، وانا بحب التغيير دايما موجود على السفره، بما ان احنا في ايام الشتاء ومطلوب مننا نعمل اكلات شتويه ونستغل وجود الخضروات الشتويه والفواكه الشتويه. مطبخنا النهارده بيعتمد على تشكيله من انواع الخضار وانواع الفواكه باختصار شديد. يعني النهارده معانا فطيره انا مسماها فطيره الخضار بالمكرونه. هنستبدل العجينه بعجينه المكرونه، بس دي فيها خبره طهويه وتكنيك كده، هنشوف نعمله مع بعض ازاي. داخلها فيها سبانخ وسجق هتعجب حضراتكم، وهنحط لها جبنه موزاريلا عشان الاطفال بيحبوا الجبنه دايما مع الفطاير. معانا كمان النوع الحلو بتاعنا النهارده فيه شويه بساطه، انواع الفواكه اذا كان فراوله، فيتامين سي، التفاح غني بالحديد ومضادات الاكسده، العنب برده السكريات بتاعته والجلوكوز العالي، الموز، البوتاسيوم والمغنيسيوم. اصبح ان طبق الفواكه ده لطيف وجميل. ايه رايكم نعمله النهارده ريزيتو؟ يعني ريزيتو ده من المطبخ الطلياني، بيتعمل بالجمبري، يتعمل بالخضار، يتعمل باللحمه. انا هعمل الريزيتو النهارده بالفواكه، هياخد جنزبيل وياخد عسل ويجعل ايامنا كلها عسل ان شاء الله. احنا معانا من امبارح يخنه البطاطس بالدجاج ما كملناهاش، احنا هنكملها النهارده ونشوف المغازل مطلوب مننا نعمل التركايه اللي بنشوفها على السوشيال ميديا. هي بتغلى على النار اهي، واحنا واقفين عند المحطه دي هنعمل فيها ايه؟ الكلام ده هنشوفه في التفاصيل ان شاء الله. مش عايز اطول على حضراتكم، انا عندي شغل كتير النهارده على فكره. خلينا نطلع فاصل صغير، وبعد الفاصل معلومه غير معلومه بافكار بسيطه وسهله نستغل وجود الخضروات والفواكه الشتويه وندخلها في المطبخ بتاعنا. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل للتفاصيل الصغيرة اللي ممكن تخليك تعملي أكلة بطعم تاني وبشكل تاني، ولكن بنفس المقادير اللي موجودة في التلاجة. احنا مش هنجيب حاجة من برة. الكوسة عندنا هنبشرها، وجزر مبشور، بطاطس مبشورة. نشوف المقادير يا أستاذ رحاب، مقادير فطيرة المكرونة بالخضار. هنشوف نعملها مع بعض ازاي. تحط لها سجق، تحط لها دجاج حسب الرغبة. المقادير على الشاشة: كوسة مبشورة، جزر مبشور، بطاطس مبشوره، سبانخ هنقطعها مع بعض بشكل لطيف، معانا مكرونه سبق سلقها واتبردت واتحطت في الثلاجه، بصل وتوم، بهاراتنا ملح وفلفل، ما تنسيش شويه شبت مع المقادير، مع بياض بيض. المقادير على الشاشه بسيطه وسهله. هنضيف لها سجق، وده حاجه جديده، او ممكن فراخ حسب الرغبه. تعالوا شوفوا نعملها مع بعض ازاي. اول حاجه هاخد المكرونه اللطيفه دي كده وافرمها في قلب الكب مع تشكيلة من التوابل، البهارات زي بصلاية ناعمة كده، فص توم ناعم، حلو الكلام، شوية بقدونس حلوين أجهز لها عشان تبقى إيه طعمها حلو. المكرونة دي سلقناها، وبعد ما اتسلقت بردناها وحطيناها في التلاجة. الطبيعي إن أنا هستخدمها في المعجنات بتاعتي. آدي البصلاية الحلوة. أنا عايزك في المطبخ ده بأقل تكلفة تقدر تعمل الطبق اللي أنت حباه لأولادك، وبنفس الفكر تقدر تعملي حاجة جديدة وطعمها جديد. ده توم، شوية بقدونس حلوين كده زي الفل، ونبدأ نحط شوية مكرونة. المكرونة لازم عشان تستخدميها عشان ما تعجنش منك بعد ما تسلقيها، وما تحطيش مادة دهنية بسلق المكرونة عشان هنستخدمها كنوع من المعجنات. لو حطيتي زيت هتفك منك. لاحظ ان هي ماسكة نفسها ازاي، غنية بالنشويات طبعا. كل دول مع بعضيهم، وفي الاخر خلي بالك ده كله هينضرب مع بعضه في قلب الكبه. عينيه، حاضر، مزيكا مع صوت الكبه. ونقلب دول تاني مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. حلو الكلام. ايه فكره الاكله دي يا مغازي؟ جات لك ازاي وجات على خاطرك ازاي؟ انت عايز تعملي حاجه صنف معجنات للاولاد، مش عايز بقى تشغلي راسك بالعجين،
وتقعدي تعجني وتستني موضوع التخمير ده. هناخد المقادير اللي احنا خلطناها مع بعضيها، المكرونه اهي تلاحظ ان فيها نشويات اهي زي الفل. الفطيره دي جربيها وهتدعي لي. مكوناتها موجوده في الثلاجه، مش هتجيب حاجه من بره. عندك كوسه، كنت عامله محشي كوسه قبل كده، وعندك 3 4 حبات في الثلاجه. عندك جزرتين في الثلاجه هتبشريهم مع حبايه بطاطس حلوه كده تبشريها كمان. كل دول مع بعضيهم ونشوف هنعمل ايه دلوقتي مع بعض. الخبره الطهويه بتلعب دور هنا. يا نعم. تاني تاني مين يا فندم؟ تاني معلش. يعني نقول لمنذر ابن كل سنه وانت طيب يا منذر. بمناسبه عيد ميلاده يا رب يديك طول العمر والصحه. طبعا الاستاذ صلاح المصور معانا صاحب الصوره الجميله والعدسه الجميله والابداع. بيهنئ ابنه وولده، ربنا يخليه له يا رب. ده فريق عمل. شوفوا المناسبات الحلوه علشان ندي الطاقة الإيجابية اللي جوانا. أنا كده خدت الكوسة والجزر كلهم مع بعضيهم. حلو قوي. تمام. طبعا خلي بالك فيها بصل وتوم عشان ما نروحش مع بعض بعيد. هنعمل إيه يا عم الشيف؟ هناخد بياض بيض. خلي بالك عشان الموضوع هنا محتاج شوية إيه خبرة طهوية. ليه ما حطيتش الصفار يا عم الشيف؟ أجي مثلا الفلاسفة يقول لك الشيف المغذي ليه ما حطش الصفار؟ مع إن الصفار غني بالكالسيوم وغني بالمعادن وكل حاجة. وجود الصفار في بعض الفطاير اللي زي دي كده لما تبرد الفطيره دي هتجلد منك. خلي بالك، يعني ايه هتجلد يا شيف؟ بتبقى قاسيه شويه، تيجي تسخنيها ما تظبطش معاك. دي بطاطس مبشوره. طبعا معيشها في الميه عشان لونها ايه؟ ما يتغيرش. بستخدمها كده زي الفل. تمام. كل ده مع بعضه؟ كل ده مع بعضه. هناخد بياض البيض بالراحه كده. نسرقه من الصفار. الله اهو. ده ما يترميش يا اختي. ده تستخدميه في طبق عجه، تعملي بيه كيكه، طبق اومليت، بانيه. خلي بالك مهم جدا. كمان بياض. بسم الله الرحمن الرحيم. يطلع لك فيها كتكوت. حلو. ده الصفار زي الفل. تبقى والله تبقى مرزق. البهارات بتاعتنا ايه يا عم الشيف هنا؟ زي الفل. بابريكا، ملح وفلفل. ده اختراع بقى، خلي بالك. دي بابريكا، شويه كركم حلوين. البهارات دي بتاعتك، بس اساسي طبعا انا بحط شويه كركم، لان الكركم دايما لما بتيجي سيرته لازم نتكلم عن بطولته. حلوه دي، تيجي سيرته نتكلم عن بطولته. حاجات بتطلع معايا كده يا عم البحيري زي الفل. حلو. ايه عباره عن ايه؟ يعني الكركم مفيد جدا، بينقي الجهاز الهضمي وخاصه الكبد، بيخلصنا من الدهون. كل البهارات دي يا عم الشيف هنعجن العجينه دي كلها مع بعضيها. حلو قوي. ايه الماده اللي هتجمع كل ده مع بعضه؟ بياض البيض مع المكرونه ومكوناتها. كل ده مع بعض يا عم الشيف. زي الفل. السبانخ دورها فين بقى هنا؟ اصبر على رزقك. انت وراك حاجه؟ نقلب المقادير دي كلها مع بعضيها بايدينا كانك بتعجين عجينه. نتكلم بقى عن العناصر الغذائيه اللي جوه الاكله دي كلها. عد على صوابعك العشره، هيخلصوا تعد عليهم تاني كمان. اذا كان البيض كالسيوم ومعادن وبروتين حيواني، اذا كان الجزر فيتامين سي، الكوسه مقاديرها ومفيده للقلب، تنشط الجهاز الهضمي، تعالج الامساك. المكرونه نشويات وكربوهيدرات، البهارات بصل وتوم. زي الفل يا عم الشيف. كده احنا خلصنا العجينه بتاعتنا. حلو قوي. بنجيب صينيه لطيفه زي دي كده، ونشيل الكبه دي من هنا، ملاش عوزه بقى خلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. في شغل النهارده، في شغل. ادي الصينيه دي كده زي الفل، معايا ورقه زبده. الصينيه اللي انت هتقدميها، او صينيه البيتزا، صينيه البسبوسه اللي موجوده عندك، يعني ما فيش حاجه مقيده يعني.
بس انا بحب الصينيه اللي معايا دي على فكره، بحب اشتغل بيها يعني، عشان بقى لما اطلعها من الفرن لها ايدين بمسك بيها والجو ده يعني. حلو الكلام. معانا ورق السبانخ. يا دلعك يا عم الشيف، يا دلعك. شفت الجو ده كده؟ السبانخ دي تتحط كده، السبانخ العريضه، بتختار الورقه اللي هي الكبيره للشكل ده كده، اه رصها كده. ايه الحلاوه دي، ايه الجمال ده. والسبانخ يعني حديد مستودع من المعادن اهو. حط السبانخ دي كلها، كل ده مع بعضه، كل ده مع بعضه. حاجة جديدة، قولوا معايا كده وانتوا قاعدين بتتابعوا القناة الأولى والفضائية المصرية في أنحاء العالم، حقوق الطبع لدينا وبس. اه السبانخ حطيناها كده زي الفل. هناخد الخليط اللي احنا قلبناه مع بعض كده، نشيل الحاجة دي من هنا عشان مخرجنا يجيب الصورة الحلوة، وناخد المقادير دي كلها يا عم الشيف ونحطها هنا. يا شقاوتك اهو، شفت الشقاوة بتاعت المطبخ بقى. أوه. كل دي حاجة موجودة عندك في التلاجة، والله ما جبت حاجة من بره. هتيجي تقولي لي بقى ما خلطتش السبانخ ليه مع المقادير؟ هي بقى دماغي كده ليه؟ علشان تبان تفاصيل الجزر. ما انا لو حطيت سبانخ دلوقتي كل الحاجات الحلوة والتفاصيل والألوان الحلوة دي مش هتظهر معانا. أسويها كده بالراحة، حاجة جديدة. ها شفتها قبل كده؟ أبدا أبدا. خلي بالك لما تيجي تغرفها في الطبق كمان هتلاقي السبانخ طالعة لك كده بتزغرط، تقول لك أنا هنا أهو. ورقة الزبدة دي أهو، موضوع كبير عشان برضو لما أجي أغرفها تسهل عليا الموضوع. أهو حلو أهو. التركاية هنا والمعلومة الغير معلومة، عدم إضافة الزيت في سلق المكرونة. علل ولماذا؟ علشان أستفيد بالنشويات وتبقاش مادة فاصلة ما بين الخضار والمكرونة. حلو الكلام. سواها كده زي الفل، واضغط عليها بالراحة كده. سميها بقى فطيرة المغازي، تستحق يعني، إيه رأيك؟ مش موجودة في المقرر دي. هنعمل إيه يا شيف بعد كده؟ تفاصيل معانا. معانا سجق، مش عاجبك السجق. معانا صدور فراخ، مش عاجبك صدور الفراخ. معانا شويه جمبري لحم حلوين، مش عاجبك الجمبري. سمك فيليه زي ما انت عايزه، لحمه مفرومه بتاعه صينيه الجلاش باقيه عندك في التلاجه، اهلا وسهلا، وهكذا. بس السجق طبعا كالعاده مش هحطه كده، خلي بالك السجق ده لازم ياخد تشويحه على النار. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على النبي. اهو طاسه كده على النار، واخد السجق بتاعنا ده كده. ها قولوا لي عايزين ايه يا شباب؟ حاضر، ناخد بعضينا ونطلع فاصل صغير ونرجع بعد الفاصل للتركية الاخيره. والكل يتساءل دلوقتي ليه الشيف المغازي ما حطش السجق ني على الفطيره؟ انا عايز ابهره واحطه واديله الصدمه الناريه بتاعته ياخد الشكل بتاعه، واقطعه مكعبات وارصه هنا كده معايا جبنه موزاريلا بزوق بيه الفطيره بتاعتي وادخلها الفرن، يطلع شكلها قريب للبيتزا، يقوم الاولاد ياكلوا منها. احنا مش هنقول لهم بقى تفاصيلها غير لما تعجبهم، وهيقول لك كل يوم يا ماما اعملي لي الفطيره اللي الشيف المغازي عملها وكان ارضيتها من تحت سبانخ. هناخد بعدين نطلع فاصل صغير، اوعى تروحوا بعيد، تابعونا. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، والتركية بتاعت ان انا اشوح السجق على النار، سواء بتعمليه بيتزا سواء بتحطيه في حشوة فطيرة زي اللي انا عاملها دلوقتي، ده مهم جدا على فكرة. اه هناخد السجق زي ما هو كده، الله بالشكل ده كده. اه تقطيع دي وعلى قد الفطيرة، مفيش مانع الباقي عندك شيليه في التلاجة. في حال التشويحه على النار حط شويه البهارات الحلوين، عايزه تحطي زيتون حطي مفيش مشكله، يعني شوفي ولادك بيحبوا ايه. انا عايزك بس، هي الفكره كلها
عايز اوصل لك حاجه حلوه. الاولاد دايما عينيهم بتشوف الحاجه والتغيير، عشان كده يقول لك يا ماما عايزين من بره ناكل كذا، لان بره بتلاقي فيه عروضات كتيره واشكال كتيره وحاجات مختلفه. فانت في البيت تقدر تعملي الشغل ده. اه السجق التحميره دي كده اهو، نشيل ده من هنا، الشوحه دي كده زي الفل. الله، اه تغير لونه، خد شكل تاني ولون تاني بالشكل ده كده. اه اخده ارصه على الفطيره بتاعتنا. عيني، اه عايز تشوف البطاطس دي، اللي اخدت البطاطس دي من امبارح وانا بحلم بيها. اه شفت الحلاوه، شفت الجمال. اه هو ده المصداقيه والشفافيه، ده شعارنا على شاشه التلفزيون المصري القناه الاولى. اه دي معانا من امبارح، وبس انا طلعت من مبنى مزبيرو لقيت كله بيسالني فين التركايه، فين الطشه بتاعت اليخني، وعايزين يطمئنوا وصلنا لفين. هنكملها مع بعض بعد ما ندخل الفطيره في الفرن. اه اعمل لها طشه هتوديها في مكان تاني خالص مع الطعم والشكل واللون. هناخد السجق الحلو ده كده زي الفل. الله، اه طبعا دي بقى يتحط لها جبنه موزاريلا، ونشوف الجبنه بقى وهي ايه بتفصل ما بين كل حاجة زي الفل. لسه مخلصتش، خلي بالك شوية الزيت اللي أنا محمر فيهم السجق دول هيعملوا عمايلهم دلوقتي، هنشقشق بيهم ونسقسق بيهم الفطيرة بتاعتنا. ده المطبخ دي خلاها عند، عملتيها بقى بتخليها عندك في المطبخ تأكلي منها الولاد بقى، إيه تبقى وجبة أساسية فيها كل حاجة، بتدور على خضار فيها. هم دول البهريز دول، هم بس أنا مش هحطهم دلوقتي خلي بالك حبيبي. لسه حاضر أقول لك دلوقتي. الجبنة الموزاريلا بتاعتنا طبعا دي مش عايزة وقت كبير في التسوية عشان نبقى عارفين القصة، لأن المكرونة مستوية مش عجينة هتستوي بقى، مكرونة مستوية. أنا عايز بس الخضار مع بياض البيض اللي أنا حاطه، حاجات دي مطلوبة، قرن الفلفل الحلو ده كده. فطيرة تكلفتها من جوه المطبخ، شيت الفلفل دول كده على جنب. هو ده، بص على الحلاوة، بص على الجمال، بص على الجمال. هو ده، اه هو ده. درجة حرارة الفرن عندنا 180، رشة جريئة من الزعتر عليها زي الفل. تعال يا عم افتح الفرن. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا دي مكانها فين مخرجنا الجميل؟ قول لي قول لي. الله عليك، هنقسم الطايم بتاعها. هي عايزة 20 دقيقة، 10 دقايق منهم في أرضية الفرن، و10 دقايق الأخرة وال10 دقايق التانيين دول هيتحطوا فين؟ على الشبكة. عشان نحمي الجبنة ان هي ما تاخدش لون قبل ما ايه ده؟ ايه الصورة الحلوة دي؟ من خير ارضنا سبارخ، كوسة، جزر، عندنا المكرونة، عندنا خبرة طهوية، عملنا فطيرة وحقوق الطبع لدينا وبس من داخل الفرن. خلينا ناخد بعضينا دلوقتي ونكمل مع بعض يخنة البطاطس بالدجاج. افتكرتوا ان انا هطلع فاصل؟ ها؟ اي تمام، هنعمل يخنة البطاطس ونشوف نكملها مع بعض ازاي. معايا طاسة على النار شديدة الحرارة، وانضف الفرن بتاعي. طشه اليخن بتاعتي دي ما هيش تومه وكزبره ولا هي ملوخيه ولا هي فته، مختلفه شويه. حلو، سامعين صوت البطاطس وهي بتتنافس مع الدجاج في قلب الحله؟ هو ده تمام. يا نعم، مقادير على الشاشه نبص عليها. اه لازم، الله يرضى عليك. اه عينيا، المقادير على الشاشه. حلو، يخنة البطاطس بالدجاج. جبنا الدجاج شفناه قطعناه الصدور، وجبنا البطاطس قطعناه مكعبات. أنا شخصيا هاكل البطاطس وأسيب الدجاج للأمانة، يعني البطاطس مستوية طرية ملبن، مش هتاخد منك مجهود خالص. الأكلة دي لكبار السن لطيفة وجميلة. طاس على النار، حتة سمنة حلوة، دي السمنة كتير، نصها بصراحة زيادة أوي مش عايزها كلها.
ناخد دي كده بس تمام، دول كفايه. حلو، معانا توم ومعانا كزبره خضراء وكزبره ناشفه، اللهم صل على النبي. معلقه توم حلوه، دي اللي هتغير من طعم الصينيه بتاعتي او من طعم اليخنه بتاعتي. بعد الكزبره ناشفه، الله الله على الريحه، الله على الريحه وشقاوه الريحه. نقلب دول مع بعض، بس اشم ريحه الكزبره دي. الكزبره الناشفه تسبق الكزبره الخضراء في التحمير، خلي بالك. اوعى تحط كزبره خضراء وتحط كزبره ناشفه، ما ينفعش. وننزل الكزبره الخضراء بتاعتنا ونقلب دول مع بعض كده، الله على الريحه. هو ده، شفت الشقاوه؟ هو دي شقاوه المطبخ. واخد شويه صلصه يا شيف مغازي من صلصه البطاطس بالدجاج، الله على الريحه. لسه ما خلصتش، اصبر على رزقك يا غالي. شويه فلفل اسود عينيا اهو، شويه فلفل اسود حلوين كده. لازم تخش المطبخ تعملي الاكله دي بمزاج. واشم ريحه الكزبره الخضراء والكزبره الناشفه والشغف والحب بينهم. هناخد من الصلصه الحلوه دي كده اهي، ركزي معايا بقى عشان الموضوع هنا مهم. يا ويلي يا ويلي، لسه ما خلص. هو ده هو ده هو ده هو ده. وناخد الخليط ده تاني كده. ده المطبخ، دي شقاوة المطبخ. يلا جيب اللحظات الجميلة، اللحظات الجميلة ما تتعوضش، العب. هو ده، اللهم صل على النبي، هي دي. خلاص، يخنة البطاطس بالدجاج. كلمة يخني تعني خليط الخضار باللحم أو الدجاج في المرق بتاعه. المرق بقى ممكن يكون مرق لحم أو مرق دجاج. كده الأكلة دي جاهزة، بخليها تاخد غلوة على النار عشان يتعرفوا على بعض، وناخد بعضينا ونطلع فاصل صغير، ونرجع بعد الفاصل نشوف الفواكه الشتوية اللي عندنا موجودة، إذا كان عنب، جوافة، تفاح، كمثرى، فراولة، كل ده مع موز. هنعمل حاجة اسمها ريزوتو بالفواكه مع الجنزبيل والعسل. أوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل للتفاصيل. الفواكه الشتوية موجودة دلوقتي، منها الفراولة، الموز، العنب، الجوافة. طبعا احنا مقشرينها ومتقطعة بالشكل ده كده. عايز اعمل طبق حلو مختلف، لا صينية بسبوسة ولا كنافة ولا مهلبية ولا رز بلبن. فواكه، موز، فراولة، جوافة. المقادير على الشاشة: ريزوتو بالفواكه بالعسل، بمية الزهر، بالفانيليا، بالشربات، زي ما انت عايزة. فواكه متقطعة بالشكل ده كده بالحجم الكبير عشان شخصيتها تبان بعد التسوية. ومعايا العنب والموز هقطعه في الحال، ومعايا مية زهر وقرفة، شوية زعفران، الزعفران اللي بتحط على البرياني، ومعلقتين سمن حلوين كده، يا إما سمن نباتي يا إما سمن حيواني حسب الرغبة، أو زبدة، حاجة من اللي أنت حباهم. خلونا نبدأ في الأكلة دي أو في الطبق الحلو ده كده، عشان عندي اليخنة على النار مستوية بتناديني. حلو قوي، زي الفل. عيني انت عايز تشوف الحاجات في الفرن يا غالي، لا ما اقولكش على الصوره بقى، لا استمتع معاها، عيش حكايه حب وعشق. معلقه سمنه زي الفل، بنزل بلسان العصفور. الله، هو ده هو ده هو ده، زي الفل. اقلبه، ده لسان العصفور اهو، تقليبه دي كده وهو بيتقلب، بحط له شويه نعناع. هتقول لي ليه نعناع يا شيف؟ النعناع بيخش ومشترك ما بين الفواكه والطبخات. ده نعناع اخضر في قلبيه كده، ده المطبخ. حلو قوي. نسيبهم على النار ونطلع الفطيره بتاعتنا من الفرن عشان مخرجنا عايز ايه يبص عليها. الفطيره دي موسوعه من الخبره الطهويه والقيمة الغذائية، اللهم صل على النبي. هو ده
لا مش محتاج انك تتكلم عنها، بص عليها بقى ودلعها. اخبار لسان العصفور ايه؟ شفت الجو ده كده؟ بص على الحلاوه، بص على الجمال. خلي بالك ورق النعناع الاخضر مش العروق، عشان العروق مره شويه. انا خدت الورق بالشكل ده كده. بص على التركيه دي كده، دي مش ميه ولا هي شربات، دي ميه زهر. حلو قوي. لا الموضوع هنا بقى موضوع تاني خالص. دي ميه زهر، الله على الريحه، والله ما عايز امشي من جنبيها. ايه الحلاوه دي؟ كمان شويه. حلو قوي. لسان العصفور استوى في ميه الزهر، بحط شويه زعفران كده. شفت الجو ده كده؟ حلو. ده بقى لو دورت في كتب العالم، كتيبات العالم والدنيا كلها، برضه هتقول حقوق الطبع لدينا وبس. عرفة نعمة؟ وانا بقلب كده. الله، ايه الحلاوة دي يا عم الشيخ؟ ده لسان العصفور. بحط قليل من الماء المغلي. الله. واسيبه على النار شوية. ناخد الفواكه بتاعتنا الجميلة دي كده، نخليها هنا كده. معانا فراولة، ونشيل اللي ملوش عوزة هنا، عشان أنا عايز أغرف اليخنة بتاعتي الجميلة الحلوة. اللهم صل على النبي. بص على الحلاوة دي بقى، بص على اليخنة كده، بص 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 على الشقاوة، بص إيه ده؟ التفاصيل هنا أهو. متسبكة. دي مشهور بيها الريف المصري والصعيد المصري، اللي بوجه له تحية كبيرة من مبنى مزبيرو القناة الأولى. بطاطس هنا مستوية مع الدجاج، بس ممكن احنا نضيف موضوع اللي الطشة اللي الشيف المغازي عملها دلوقتي. يا دلعك يا دلعك، دي عايزة شوية رز أبيض أو رز بالشعرية. ألف هنا وشيفة للي ياكل. صحة بجد بجد، دي عايزة طبق رز بالشعرية، واجي واخد مغرفة من دي على طبق الرز بالشعرية اللي قدامي، واقلبهم مع بعض، وسمي بسم الله. دي كان زمان كنت اكلها من ايد امي الله يرحمها والله العظيم، بس طبعا ما كانش فيه بقى اليخن اللي هو الكزبره والجو ده. خلي بالك، كانت البطاطس مع الفراخه واللحمه، كانت بقى معظمها مع لحمه يعني. شفت الاكله دي؟ لطيفه، انا بحبها. ممكن تحط معاها بسله لو انت عايزه. نقلب كده. ده لسان العصفور واخد ميه زهر، واخد زعفران، ممكن تحط حبان، واستنى عليه شويه كده. الاخضر ده عشان اللي جاي فتح التلفزيون دلوقتي ما خدش باله عايز يسال، ده نعناع، ورق النعناع الاخضر. اللطافه ما بين الجنزبيل والنعناع وميه الزهر. كل ده مع بعضه. ننزل بالفواكه بتاعتنا. الفواكه طبعا منقوعه في شربات. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ انا ما شفتش الحلو ده قبل كده. طبعا اللي يتابع القناه الاولى هيشوف كتير من الابداعات. ايه ده؟ ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ فراوله، موز، تفاح، عنب. عايز نحط زبيب، حط زبيب. اذا عندنا العنب طازه حطي عنب طازه. ما هو الزبيب في الاصل كان عنب بناتي. لا جوز الهند ما ينفعش، هتغير الطعم شويه. خدت بالك لما تيجي تكرشها باسنانك هتخطف الايه؟ الطعم شويه تحت السنان. خلي بالك، هو وجود الفواكه كده في انسجام بينهم يعني. الله. غالي، بس هنعمل ايه بقى؟ الغالي يرخص لك يا فاروق. نقلب كده، هو ده. شفت بقى الحلو ده كده؟ ناخد شويه شربات من دول ونسيبها على النار شويه بس، خلاص زي الفل. الحلو ده لو دورت في اي كتب مش هتلاقيه، خلي بالك. سيبها على النار يستوي. لسان العصفور اللي هو الريزيتو
او انت مثلا يعني الدنيا حلوه جيبي كيس ريزوتو هتلاقي سعره بالشيء الفلاني ما فيش مشكله حسب ما انت حابه يعني. هو في الاخر رز حبه عريضه خلي بالك. سيبيه على النار كده شويه. معانا جبنه موزاريلا او جبنه عكاوي حسب الرغبه برضو، يا يعني موزاريلا يا عكاوي. كل المحلات على فكره عشان تبقوا عارفين يكتب لك فطيره بالجبنه الموزاريلا ولا الجبنه العكاوي، هي جبنه واحده موزاريلا يعني، حط لها ملح بقى جبنه عكاوي، حط لها شويه ميه زهر بقت جبنه بلغاريه وهكذا. فعشان نبقوا عارفين القصه ماشيه ازاي، جبنه العكاوي سعرها غالي جدا، عشان احطها في فطيره هبيعها ب 30 40 جنيه و 50 جنيه و 60 جنيه، عشان نبقوا عارفين القصه ماشيه ازاي. شفت لسان العصفور مع الفواكه بالشكل ده كده يتقلي. ميه الزهر هنا هي الطعم مع القرفه الناعمه مع ورق النعناع الاخضر مع الفواكه بتاعتنا وتشكيله فواكه لطيفه. جربي اعمليه لاولادك. في الاخر احط شويه جبنه موزاريلا في قلبيها كده واقلبها. زي فكره حلاوه الجبنه، حلاوه الجبنه بعدين بس بعد شويه الاقي بس الايه لسان العصفور قرب يستوي. فكره عمل حلاوه الجبنه، ايه حلاوه الجبنه يا عم الشيف؟ سميد ناعم في الشربات مع جبنه بتقلبه مع بعض، بنعمل العجينه بتاعت حلاوه الجبنه بتتفرد. بنجيب القشطه تتعمل في البيت او نجيب قشطه جاهزه وبنلفها جوه العجينه بتاعت حلاوه الجبنه. ادي فكره حلاوه الجبنه. الجبنه معانا اهي. خلي الطبق ده كده ونجيب طبق التقديم زي الفل. ايه الحلاوه دي؟ ايه الفطيره الجميله دي؟ الطبق ده يستاهل. نقلب كده. كل ما تاخد غلوه كل ما تلاقي ايه لسان العصفور يشد مع الفواكه. ممكن بقى انت تجودي وتعملي حاجه تانية. حط لو حطيتي رز مصري مش هيقول لا، اللي هو الرز بلبن حطيتي معاه مفيش مشكله خلي بالك برضه. بس ليه اخترت حبه لسان العصفور؟ عشان تبقى كبيره شويه وعريضه شبه الريزوتو. شويه الجبنه. الله فيها كل بقى الحلو ده برضو. طبق منه كده تحط عليه عسل، تحط عليه ايس كريم زي ما انت عايزه. المطبخ هنا النهارده بجد مختلف من بدايه ما عملنا يخلط البطاطس بالدجاج واضافه الطشه بتاعتها الجميله الحلوه اللي خدتها في مكان تاني، وعملنا كمان فطيره فيها كل العناصر الغذائيه اذا كان سبانخ او جزر او كوسه او بصل او توم سجق برضو، يعني فيها كل اللي احنا عايزينه. وعملنا الحلو ده كمان بسيط وسهل اهوت، بقلب كده لغايه لما الجبنه تديني الخيوط النسيجيه بتاعتها او الخيوط المطاطيه بتاعتها واغرفها واقلبها. اول ما الاقي الجبنه ساحت بغرفها على طول. وانا سبتها للاخر عشان دي عايزه واقفه كده زي ما انا شغال، ما تتسابش على النار وننشغل بالاولاد او ننشغل في البيت باي حاجه. التقليب المستمر ده دايما. حلوه شفتي. ممكن تغرفيها اطباق بقى كده وتوزعيه لقرايبك وحبايبك جيران جار لجاره. طبق حلو كده. والله بفتح التلفزيون النهارده يا طنط على القناه الاولى لقيت الشيف المغازي بيعمل جاف فواكه اللي في الثلاجه اللي مش عارفين ناكلها، اللي يقول لك ده مززه، اللي يقول لك دي مش عارف عايزه ايه. قطعها كلها وحطها في قلب الطاسه مع شويه لسان عصفور ومعلقه سمنه وعمل حلو جميل جدا. شفت الحلو. كبار السن هيدعوا لي، الاطفال هيدعوا لي، اللي مش بياكلوا الفواكه كده. شفت الجبنه ساحت ازاي؟ جوه لسان العصفور دابت. الطبق ده بهديه لكل متابعينا اللي بيتابعونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه للامانه يعني، لان ده اختراع وحلو شتوي. فص جنزبيل طازه في قلبيه بألف هنا وشفا. طبعا لما نيجي نغرفه لازم نغرفه بمعلقه ما فاتش عليها لا بصل ولا ثوم خلي بالك. والطبق الحلو ده كده هنا زي الفل. يلا يا فندم انا خلصت. اللهم صل على النبي. بص على الحلاوه، بص على الرؤيه، بص على الفن، بص على الابداع. موز هتلاقي، فراوله هتلاقي، تفاح هتلاقي، جوافه هتلاقي، عنب هتلاقي، حب هتلاقي، شغف هتلاقي. شفت الجبنه؟ هو ده لسان العصفور في قلبيها. ألف هنا وشفا. هزينها طبعا بشوية فراولة حلوين. معانا فراولة سليمة زي الفل. يعني نقول رؤية، يعني نقول فن، يعني نقول إبداع. بنشوفه كل يوم على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية ببساطة شديدة. منين يا عم الشيف؟ من مسبيرو.
We'll be right back.